يا هل فيا تشق حلمي يا خفض الأصوات الأصوات يا أهل الشبح لا عاد نوحيها بعد مشرقة الله يعوضها للهقوات هل الشقح بتعود ما طالتها قويها هل الشقح بتعود ما طالتها قويها يا هل في الشقح حلمي يا خفض الأصوات الأصوات يا أهل الشقح لا عاد نوحيها بعد مشرقة الله يعوضها للهقوات هل الشقح بتعود ما طالتها قويها ابن سيف وخربها بشقحه مع السادات حد الحكومة من سواته يسويها وانا احب ابن عمي راع الطيب والوقفات واحب الحكومة جعل ربي يعافيها وانا واثق من فوزه بكامل الحالات لو ان بلا الامير عجز من يناحيها مشى مشرقة جنبها قدم وخلافها تمشي الخلفات وهرش يقبلها الهدير ويباريها تشابه لربان المخايل يا من جهة هلا مرحبا يا جعل ربي يحييها سناد الغوار الطفاح الحي دجارات أدنى ما يزعلها ولا شيء يرضيها بنات البعير عليها الكبود أموات وروس الفحول اللي تهادرت حاليها وساع النحور نحورها تقلب بوابات ومع هزعة العرقوب خذ محلها طوار السبا وخشومها رثم مثنيات عجز كل تجار الدراهم لا تشريها يا عشقح نوم اسفنا وانت لك عدا عسى الله لا يفرق عن الشقح راعيها هذه مشرقة اللي احس بالالوف ميات فداه البخيل اللي قروشه يربيها رعت تحت هيبة الشلا الله للطلات اهل قوة ما غير ربي يقويها هل الكيف نرويها من الكيف بالريات وكبود العدا بالسم والدم نرويها ومن عقبنا يا ضيف فاصبر على الصكات ونفسك فصبرها على شي يجيها يا سيف ابن عبد الله ترى شراد الابيات ولا امدح في غيرك ما والله اغنيها اهنيك في فوزك عسى هبرك الحزات وقبايل بن الحارث على الفوز اهنيها يا سيف المراجل ما تجي غير بالشدات ومالكت المراجل كلها من نواحيها الا يا الجناب الرحب يا راعي المداد لك البيض تنشر والعمايم نرميها راعي مجلس خطره ورود بالساعات راعي مرحبا لا جيت عنده بتوحيها ضيوفك على قصرك سوات الحجيج افوات ضيوف انت غديها والاخرى تعشيها هذا سيف بالحارث لي يا كبرة القلا هذا شيخ شمل المرجله وهو راعيها لو املك من ابله مثل شواشه وشيخات امداها وطت فقري تحت وطيت يديها لو املك من ابله مثل شواشه وشيخات امداها وطت فقري تحت وطيت يديها